لأن العراق مش دولة مواطنة، العراق دولة أنت تسحق فيها، إذا حكمك السنة فأنت من لعنة الدهر عليك أنك لا تكون سنية، وإذا حكمك الشيعة مثل ما هو الحال الآن من لعنة الدهر عليك أن لا تكون شيعيا. فهذا هذا هو حال هذا البلد، ولم يكن هذا حال هذا البلد من 10 سنين أو 20 سنة، بل هذا هو حال هذا البلد منذ أن إجت العصابة المحمدية من جزيرة العرب واحتلت هذه الديار، وصاروا يأخذون النساء الشعب العراقي. طبعا ما كانش في حاجة اسمها عراق في ذلك الوقت، هذه كلمة العراق هذه كلمة ملهاش قيمة، يعني هذا خصوصا الجغرافيا اللي انت بتشوفها اليوم، يعني وكان في كلمة العراق ولكن الجغرافيا اللي انت بتشوفها اليوم العراق ما فيش هذا. العراق كان عبارة عن بعض المناطق في الجنوب يعني فقط، يعني حتى منطقة البصرة هذه بناها الصحابة، يعني ما كانش في هذا، شوية مناطق في المنطقة الغربية وشوية مناطق في الجنوب، هذا كان هو العراق يعني قبل 1400 سنة، قبل ما يجي هذول الأوباش الحرامية قاطعي الطريق مغتصبي النساء سارقي الأطفال والأموال والثروات. ثم لما اجوا عملوا هذا الكلام، شو صار في هذا البلد التعيس، التعيس بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ها اجوا وقاتلوا الفرس. طبعا الفرس يقاتلون لانهم الذين يحكمون البلد. بعد ما هزموا الفرس اجوا واخذوا نساء المنطقه عن بكره ابيهم وودوهم للمدينه وللحجاز ولنجد ولليمن وللمناطق الجزيره العربيه يوزعونهم كغنائم، الاطفال والنساء والاموال طبعا، وطبعا بمباركه مين؟ بمباركه الخليفه العادل عمر بن الخطاب، الخليفة الراشد العادل الملهم الذي الله جعل في كل أمة ملهمون، وأن إذا كان في هذه الأمة رجل ملهم فهو عمر بن الخطاب، وأنه لو كان هناك نبي بعد النبي محمد لكان عمر بن الخطاب، وأن عمر بن الخطاب عز الله به الإسلام، وأن الله عز الإسلام بإحدى العمرين، وإلى ما هنالك من هذا الترقيع والتطبيل لهذه الشخصية الزبالة المجرمة التي أتت وقضت على سكان هذه المنطقة. ثم اللي إجوا وبقوا في هذه الديار طبعا من المناطق التي لم تفتح عنوة، إجوا وأفرضوا عليهم الجزية، قال أنا المجوس عادي، هذول مجوس. يا عمي مش مجوس، ما فيش حاجة اسمها مجوس. قال أنتم تعبدون النار، ما في حدا بيعبد نار يا حمار يا أحمر، لا أنتم عباد النار، مثل لما يجي لك أنت عابد الصليب يا حمار، ما يوجد إنسان يعبد الصليب، ما يوجد إنسان يعبد الصليب، لا أنتم عباد الصليب. ما هذه العقلية الإسلامية شو تسوي له؟ فبالتالي اجوا وسحقوا هذه المنطقة، واجوا وهجموا على طبعا مناطق الكرد اللي كانوا في الشمال، وجابوا نسوانهم كلهم وودوها للعرب في الحجاز وفي اليمن وفي نجد وفي جنوب الجزيرة العربية. وطبعا طبعا النساء الكرديات كانوا يعني من أجمل نساء المنطقة، هم والآشوريات للنساء بيض، نساء جميلات، نساء فرفوشات، نساء ممتلئات، بينما هذول الزبالة بحياتهم ما كانوا شايفين إلا عبد الجبار في الخيمة، يدوب وكل وين كانت تطلع عندهم امرأة يعني حلوة وهكذا جميلة وملابسها تفتح النفس. ما فيش هذا الكلام في الجزيرة العربية، كل واحد منهم بيخلي الكلب يقرف منه، يعني نبيهم ونساؤهم ورجالهم أمة متخلفة كانوا يعني يخلون حتى الكلاب تقرف منهم، الكلاب لو كانوا يشمون هذول الناس كانوا يصابون بالإغماء. ثم اجوا واخذوا نساء، طبعا بالبداية بدأوا بنساء العرب، من نساء نجد ومن نساء القبائل التي كانت تقاتل أبي بكر، وجابوا نساءهم واغتصبوهم. لما ولكن القلقل ما بيشبع من اغتصاب النساء، ما بيشبع. طيب يلا خلينا نروح للعراق، راحوا للعراق جابوا نسوان العراق وخلوهم خلوهم سبايا عند هذول الشرذمة، يعني كل واحد منهم صار عنده 5 سبايا و10 سبايا و20 امرأة و30 امرأة، اللي ما يغتصبها يحطها في المزرعة، يحطها في تحت الإبل، يحطها تحت الخرفان، يحطها يجيب له المي حتى توالو، ينظف القاذورات التي عنده، لأنه ما كانت عندهم توالت، الواحد منهم كان يرفع ثوبه ويروح يعملها في الشارع عادي جدا، فتشوف يا عيني هذه المسكينة بتروح تنظف وراه، فهو يعملها تحت
في 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 صحن عنده في البيت، والمرأة السبية يا عيني بعد ما كانت سيدة في بيتها صارت تروح تنظف خرى وبول هذول العربان. ثم قالوا يلا خلاص خلينا نشوف ايش موجود في الشام. طبعا الشام كانوا اذكى، اول ما القوات الرومانيه كانت تنسحب كانوا يجون يسلمون انفسهم يقولون احنا ترى ما لنا دخل، شو بدكم انتم، لانه كانوا اغنياء صراحه، الشوام كانوا اغنياء، كثير من الشوام دفعوا الجزيه، قالوا العم احنا نشتري انفسنا منكم، انتم صحيح جايين تاخذون منا الفلوس عشان تحمونا من انفسكم، واحنا بناجركم وبنكون صاغرين حقراء اذلاء، ندفع لكم الجزيه عن يد ونحن صاغرون، اهم شيء انكم ما تقتلونا، ما تسبوا نسائنا، ما تستعبدوا اطفالنا، ما تسرقونا. طبعا هم طبعا المسلمين شفطوهم عن اخر، جابوا يعني الجزية، أخذوا الجزية منهم عن بكرة أبيهم. ثم راحوا لفلسطين، وشوية فلسطين حربين فتحوا بعض المدن عنوة، ثم أخذوا نسوانهم وارسلوها، نفس الكلام، نفس القندرة، نفس الزبالة. ثم يطلع لك واحد فلسطيني غبي يقول هذا أرض الإسلام أرض المحشر، ولك يا حمار أرض محشر إيش وأرض قندرة إيش، أنت بلدك كله دخلوا شوية ناس حرامية اغتصبوا الجزيرة العربية لما ما بقى فيها امرأة، اجوا عليك يهبل. ثم يجي يقول لا والله القدس ستبقى إسلامية، ما طبعا مو انت تجدد كانت تتناك ليل نهار، عشان هيك انت جيت للدنيا، انت شو وين عقلك يا اهبل، جالس تدافع عن شريعة اغتصبت ارضك واغتصبت عرضك واغتصبت كله، لا اليهود محتلين، لا كان العرب شو كانوا، كانوا اولاد عمومتك يا اهبل، أولاد عمومته، يا ريت لو وقف على العرب. ثم بعد هذا فلسطين صارت ملطشة، يجي التركي يغتصب شوية ويرجع، يجي الكردي يغتصب شوية ويرجع، يجي ال 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 القبرصي يغتصب شوية ويرجع، يجي ال 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 الآسيوي يغتصب شوية ويرجع، يجي الهندي يغتصب شوية ويرجع. أنتوا أصلاً أرض الاغتصاب، لا تقول لي أرض المحشر، أنتوا هذا الأرض ما بقى أمة على وجه الأرض إلا اغتصبت نسائكم، يخرب بيتكم قديش أنتوا ناس هب الأغبياء رايحين ورا يحيى السنوار، ولكن شو تسوي بأمة ما بدها تفهم، يعني شو تسوي له، يعني هذا هو حال هذه الأمة، لذلك ما بيصير عندها حاجة، ما بيصير عندها. أول ما خلصوا من فلسطين وما بقى فيها امرأة، بعد ما طبعا الفلسطينيين المسيحيين كمان كثير منهم قالوا لا 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 ندفع جزية يا عمي، هذولا ناس يعني بينهم وبين اغتصاب نسائنا انه يرفع ثوبه، ما حدا يقدر عليهم يا عمي، شو نسوي لهم، هذولا دواعش، يعني هذا شو، يعني هذا يعني انت تعتقد عمر بن الخطاب شو كان، جيشه شو كان، ابو عبيدة شو كان، خالد شو كان، ابو قندرة شو كان، كانوا دواعش يعني مثل هذول اللي انت بتشوفهم في 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 اصدارات هذول الناس المجانين الهبل اللي ما خلوا حدا راحوا اغتصبوا. فاجوا قالوا طبعا كان في عندنا القائد العظيم القائد داهية العرب عمرو بن العاص، قال لا خلينا في نسوان هنيك وفي مال وفي دنيا وفي عظمة على عظمة، تعال يا عمر خلينا نروح لهنيك. عمر قال خلاص والله يعني قضيبنا انهرى من النيك، يعني احنا ما مش قادرين والله، يعني خلاص عمرو بن العاص قالوا لا لا اصبر لسه في نسوان والله بعين اهلك ما شفت مثلهم، قال يعني اجمل من نسوان الشام، قالوا هو 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 اجمل من نسوان العراق، قالوا هو 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 هو، فقال يلا تعال روح له جيب لنا هنيك. دخل على مصر، طبعا اللي دفع الجزية ولحق حاله بكير على بكير قال نعم احنا نستطيع اننا، انتم جيتوا تحمونا صحيح، لانه الرومان كانوا نايكين عرض ام اهالينا هنا، فارجوكم انتم كمان لا تنيكوا عرض ام اهالينا، تفضلوا قديش بدكم فلوس، قال ادفع فلوس، هات فلوس هات فلوس هات فلوس، حلبوا مصر عن بكرة بيها عن بكرة بيها، أصبح الأقباط في مصر قالوا إحنا رسولنا أوصانا بكم صراحة، قال استوصوا بالأقباط خيرا، ليش؟ لأنه كانت عنده وحدة كثير حلوة من المقوقة سرسلوا يا ماريا القبطية، وأنتوا أخوالنا يعني صراحة، لأنه نبينا صحيح هي البنية ما جابت منه ولد وكانت جابت من واحد ثاني، ولكن إحنا لمينا الموضوع بيناتنا يعني، ولكن أنتوا تعتبرون أخواننا لأنه نبينا
خلف منكم فإحنا لابد أن نخلف منكم، لابد أن ندخل بكم. راحوا لعنوا أبو سلسفين المصريين عن بكرة أبيهم، ثم يطلع لك واحد مصري ساذج سخيف جالس يدافع عن الشريعة الإسلامية، ولك يهبل أنت، أنت مستوعب حالك، ولك أنت بينك وإنك بين تشوف قديش أنت كنت عظيم أنك تفتح النافذة، تفتح النافذة عشان تشوف آثارك. آثارك موجود في كل أنحاء العالم، ما يوجد متحف على وجه الأرض إلا ويوجد فيه الآثار تبعك والبرديات تبعك والتماثيل تبعك وآثار الحضارة المصرية تبعك والهندسة المصرية والفن المصري واللباس المصري والفنون المصرية والحياة. وأول من يعني عملت كتاب عن قصة الموت وما بعد الموت وكنت واسع الخيال، وآثارك لحد الآن لا الله ولا عبد الله قدر يمحيها من وجه الأرض. شوف العالم كله آثاره بتنمحي إلا أنت. اقتنع هذا الغبي، اقتنع هذا ابن هذا البلد. تصور أنت، تصور هذه الشريعة شو بتعمل بالناس. اقتنع بأنه هذه المنطقة لا، هذا لا لا لا، أنا بدي أروح أدفع 10,000 دولار عشان أروح أطوف حول غرفة فارغة. أنت مستوعب تفاهة المصري لما بيروح يحج؟ مستوعبه الحمد لله طلع اسمي بالقرعة، وما فيش قرعة يعني، شو قرعة يعني، وده لسه دافع فلوس الدنيا وعالم يعني. الحمد لله أروح أزور بيت ربنا. ما بيت ربنا إيش اللي، ولكن أنت شايف شو عندك. كل البشر، كل العالم، من الصين، من إسبانيا، من أمريكا، من إنجلترا، من أستراليا، أستراليا في آخر العالم، عارف كيف؟ بيروح يجوا لمصر عشان يشوفوا المصريين شو عملوا، والمصري الأهبل تارك اللي عملوا رايح يروح يشوف بيت ربنا ويزور حبيب النبي، وحياتنا حبيبك النبي يا رب، رايح يزور قبر ما فيها إلا جيفة حمار وكلب والسلعوة. ولكن أنت وين عقلكم؟ وين عقلكم؟ وين عقلكم؟ انت يعني انا الان كعراقي ما بقى عندي شيء صراحه. ليش نوصل ما عندناش حاجه. الناس اللي كانوا عراقيين احنا، انا وغيري واولاد عمومتي وكل هذول الناس، احنا جايين من ناس بربر، ناس زباله. اجدادنا واسلافنا القدامى اجوا من هذه المنطقه، نعتذر عما فعلوا، ولكن شو نسوي، صار لنا مئات السنين مولودين في هذه المنطقه. ولكن انت يا اهبل، ليش جالس تفتخر بهذا؟ يعني هما كم ألف شخص إجوا لهذا البلد، أنت عمليا كيف دخلت في هذا الدين؟ ما وإحنا دخلنا صراحة، دخلنا أول مرة لما شفنا عشان نسقط عن أنفسنا الجزية نروح نشتغل مع الدولة، مع عمرو بن العاص، وبعدين مع شو كان اسمه، عبد العزيز بن مروان، وبعدين صرنا نشتغل صراحة مع الدول الثانية الأخشيدية والكافورية والعبيدية والعبيدية الفاطمية، وبعد ذلك اشتغلنا مع المماليك. احنا تعودنا والله، يعني ما عندناش مشكلة. تعال انت شيل يا عمي، شيل نيكنا عن بكرة بينا، احنا معنا أمة ما عندناش كرامة عادي يعني، وباقي عليك انت تعال شيل. حتى واحد قبرصي اجى أهبل من آخر العالم ولا له 60 لازمة في البشرية، محمد علي باشا اجى حكمه 200 سنة. انت مستوعب المأساة في هذا الكلام؟ مستوعب انت مأساة أمة عظيمة مثل هذه كانت بتزرع، بتصنع، بتبني، بتألف، عملت حضارة، أول حضارة عظيمة. الحضارة العراقية هي تعتبر أول، ولكن مش عظيمة، الحضارة العراقية حضارة متخلفة، ولكن الحضارة المصرية حضارة عظيمة، يعني حضارة عظيمة. أنت بس روح شوف الأهرامات وشوف المعابد وشوف البرديات وشوف هذول كيف كانوا يرسموا، كيف كانوا يكتبوا، كيف كانوا كل هذا الكلام العظيم عندهم. أول حضارة بهذه الطريقة، نسوانهم كانت بتصير ملكات وأميرات، يعني أمة عظيمة، عارف كيف؟ لا لا لا، إحنا كنا في جاهلية حتى أتى الله لنا بهذا الإسلام، فالحمد لله على نعمة الإسلام. عنيك أمك، عنيك أختك، أنا يا ابن الأحبة، يا ابن الأحبة بتسب نبينا. سب إيش يا حمار؟ أنت مستوعب أنت تركت الذهب، الألماس، الجمال كله، وجلست تحت رجل البعير يبول على راسك. هذا راسك تعبى شخابخ بعير يهبل، ولا انت جالس تفتخر بايش؟ انا بفتخر بالنبي محمد، انا بفتخر بالنبي محمد، انا رسول النبي محمد، نعم انا بدفع دم عمري عشان اروح ازور قبره.
ولما بيروح لهنيك يا حبيبي يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، وشيء طبيعي انكم تكونوا متقلبين بهذه الطريقه، شيء طبيعي. مين راح يكون المتكلمين باسمكم؟ اكيد راح يكون حسان ويعقوب وعدوي ووليد اسماعيل وعمر وعبد الله رشدي وشو اسمه هذا التافه الاهبل الدكتور اللي مسمي حاله دكتور، طلعت هيثم طلعت وشويه ناس يعني زباله خليتهم، وتجلسون مثل البهايم تحت أرجلهم في 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 المساجد وفي والحمد لله نحن عملنا عندنا الأزهر. يا حمار أنت عارف مين اللي عمل الأزهر؟ الشيعة اللي عملوا الأزهر. يا أهبل يا أهبل، أنت اليوم عندك الأزهر فقط لأن الشيعة، مش الشيعة هم طبعا، الشيعة ما شيء، ما في شيعة يعني. الشيعة في كان طلع واحد من عندنا في العراق راح لعندكم في أقصى المغرب، راح جاب مناطق البربر ومناطق القبائل، إجوا لعنوا أبو سلسفين أهلكم عشان يبنوا لهم دولة شيعية، دولة شيعية. ما هو شوف الحمورية يعني في هذه الأمة. واحد فشل يبني له دولة في الحجاز، في المدينة وفي مكة مسقط رأس نبيه، ما هو يدعي أنه من هذه السلالة، ثم فشل أنه يبني دولة في الكوفة مسقط رأس جده كمان يعني اللي هو علي بن أبي طالب، لفت به الدنيا لا تك 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 تك، راح بنى دولة في المغرب ثم أجى لمصر يثبت، يعمل حاضرة الخلافة في مصر. ولكن انتوا شو، انتوا وين عقولكم؟ معقول واحد فاشل تافه سقيف حقير مثل هذول الناس بنوا دولتهم على اعظامكم وعلى نسائكم وعلى دماءكم وعلى اموالكم، ثم انتوا هكذا جالسين الحمد لله على نعمة الاسلام، الحمد لله الحمد لله. تعرفون هذا الحاكم يذكره ابن كثير، هذا يقول لك لما كان يذكر اسم الحاكم بامر الله، واحد من خلفاء الفاطميين هذولا، لما كانوا يعني يذكرون اسم الحاكم بأمر الله، اللي كان يسمع الكلام عليه أن يسجد، واللي شاف واحد هو ما سمع اسم الحاكم، ولكن شاف واحد ثاني بيسجد هو كمان كان عليه يسجد، واللي شاف هذا اللي سجد عليه هو كمان أن يسجد. فيعني تكون عاملة مثل الدومينو، تعرف الدومينو لما بترصها هكذا ورا بعض وبعدين بتسقط هكذا، هذا كله بيسقط ورا بعض، حرفيا كان هذا اللي بيصير في مصر. ثم لما بيصير هذا الكلام يجي طبعا يقول ابن كثير، يقول وكان الناس تعلم أن ذكر اسم الحاكم بأمر الله في مكان ما من سجود الناس كلهم على الأرض. هذا اللي كان يحكمكم، هذا الذي اللي جده هذا الحمار اللي كان يحكمكم. عشان تعرفوا هذه الشعوب ليش حكمها المسلمين، يعني اذا انتم تعتقدون هذه كانت شعوب راقيه، شعوب محترمه، بس تطلعوا على العقليه عشان تعرفوا ليش هذول حكموا من قبل هذول الناس. هذا جده اللي هو جالس يحكم باسمه والناس تسجد له بهذه الطريقه، كان على فراش الموت لما أراد أن يكتب وصية منعوا منه الوصية. مين منعها؟ أعداء لا، خصوم لا، الكافرين به لا، اللي منع خاصة أصحابه الخليفة الملهم اللي لعن أبو سلسفينكم في بلدكم في مصر، عمر بن الخطاب. هذا الأهبل اللي جاي يحكمكم في مصر كان جده علي بن أبي طالب قتل في حاضرة الخلافة في الكوفة. جده الثاني اللي مفتخر به كثير كمان الحسين قتل وين؟ قتل ذبح مثل النعاج، مثل الخروف، ذبحوه في كربلاء. واحد فاشل حقير تافه ما قدر يحكم العراق، ما قدر يحكم الحجاز مسقط رأس آباء وأجداده، إجا يحكمكم أنتم. يلا أنت شو راح يطلع منكم؟ ما أكيد راح يطلع منكم كل الزبالات الجماعات الإسلامية، راح يطلع منكم يعني مصطفى شكري، ويطلع منكم سيد قطب، ويطلع منكم حسن البنا، ويطلع منكم زبالات الإخوان والسلفنجية، ويطلع منكم أيمن الظواهري، ويطلع منكم أحمد عيوش، ويطلع منكم كل هذول الناس الزبالة. شو راح يطلع منكم؟
أكيد راح يطلع منكم واحد متخلف مثل الشعراوي، تجلسون مثل البهايم تحت رجله، شو راح يطلع منكم؟ وهذا لأن شوف الرياضة الإيمانية، شوف أنه يزيد لما كان بيشوف بيدخل على النبي هو مراته يعني كانت في حضن النبي، ما أكيد راح يطلع منكم هكذا ناس بلا عقل بلا أي حاجة. لذلك أنت بتشوف يعني يا أخوة العالم الإسلامي والله العظيم بتحس ناس مفصولين عن الواقع، يعني ناس ما عنده أبسط القدرة على أنه يفكر كيف الدنيا ماشية. يعني معقول واحد الناس تجي تحج عنده وتشوف آثاره بينما هو بيروح يطوف حول غرفة فارغة؟ ما هو هكذا، هذه الشريعة بتصنع ناس أغبياء. الشريعة الإسلامية معمولة عشان يكون في اثنين من الصنفين من الناس، واحد نصاب يقدر أنه يلعن أبو سلسفين البشرية طالما أنهم يؤمنون بهذا الشرع، وواحد حمار جالس يؤمن بهذه الشريعة. نعم صحيح يا مولانا، الله يبارك يا مولانا، الله 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 الله، اللهم صل على سيدنا النبي، الله يصلي على سيدنا النبي، الله يكمل النور. كامل نور إيش وكامل قندرة إيش؟ ولكن أنت استحي على حالك، استحي على حالك بعد 5000 سنة يكون هذا وضعك، والله عيب عليك أنت. اثنين صنفين من البشر، العراقيين والمصريين، عليكم أنكم تسكتوا تخجلوا تحطوا رأسكم في الأرض لما الناس البشر تتكلم. ليش؟ وخاصة إذا كنت مسلم. كل العالم شوف هذه عملوا في هذا السويد، شوف أسلافهم شوية ناس قطاع طرق زبالة، قنادر، مجرمين، محتلين، مختصبين، زبالة، حتى عقائدهم زبالة مثله. شوفوا هذا السويد شو صار فيه، عملوا منه دولة وحضارة وتستقبل أمثالك اللي عندك 5000 و6000 و10000 سنة حضارة. ولك استحي على حالك بسبب ماذا هذا الكلام؟ بسبب إيش؟ بسبب أنك أنت كائن متخلف؟ لا، ولكن لما تتبع شريعة متخلفة شو راح يطلع منك؟ راح يطلع منك إنسان متخلف. اتكلم إن شاء الله لنا لقاء يوم القيامة. متى يوم القيامة؟ متى هذا الكلام؟ متى هذا الكلام يوم القيامة اللي خوفوك بيها يهبل؟ نعم إن الله يمهل ولا يهمل. يمهل إيش يعني؟ يعني الآن مثلا أنا لو وقعت على الكرسي وانفتح راسي أكون الله انتقم مني؟ وإذا ما وقعت فالله بيمهل. أنت ضايع، أنت خدعوك، ولأنك ما تمتلك أدنى أبسط أدوات التفكير، ما عندك قدرة حتى تفكر، ما عندك قدرة حتى أنك تربط الأمور ببعض، تحولت إلى كائن متخلف. وين ما بتروح بالعالم بتطلعوا عليك على أنك كائن بدائي، بتطلعوا عليك بنفس النظرة اللي بيطلعون عليها على شعوب الأمازون، على الناس اللي عايشة في الغابات، على شعوب اللي لساتها عايشة في غابات أستراليا، على بعض الشعوب المتخلفة في اللي عايشين خارج التاريخ والجغرافيا في أفريقيا أو في الهند أو في أماكن نائية. أنت هكذا 400 مليون إنسان عربي، أكثر من 400 مليون إنسان عربي، معقول ما وصلت إلا إلى إلى, إلى هذه الزبالة، إلى 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 هذا التراث العفن، إلى واحد كان يمسح مؤخرته ب3 حجرات، كان يخطي ينام مع طفلة عمرها 9 سنوات، كان يروح يغتصب ويسبي النساء وينام معاها في نفس اليوم. ولك أنت وين عقلك؟ وين عقلك عشان اتخذت من هذا قدوة؟ وين فهمك؟ وين كرامتك؟ وين إنسانيتك؟ ما تقدر تشوف الإنسانية، ما تقدر حتى تسمع هذا الكلام، ما تقدر تفهم هذا الكلام. مش ما تسمع، وانت تسمعه الآن، ولكن ما تقدر تفهمه. ليش ما تقدر تفهمه؟ لأنه هذه الشريعة بتصنع ناس أغبياء بكل ما تحمل الكلمة من معنى. هذه الشريعة ما بيخليك إنسان محترم، عندك قدرة على أنك تجلس الليل نهار بتخبر. خلينا أذكار الصباح والمساء، سبحان الله، لا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة فقد دخل الجنة. وهذا الأهبل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، راح نصف ساعة في حياته بأنه يكرر كلام أهبل غبي. شو يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما له الملك وله الحمد وهو على كل، شو هذا الغباء؟ طيب قلتها مرة،
والمرة الثانية ليش؟ والمرة الثالثة ليش؟ لأنه بيعاملك بهيمة. أنت حسب هذا النبي، أنت والله يا أخوة ترى مش بتنمر، هذا أنت هذا النبي كان يشوفكم مثل البهايم، مثل البهايم. لذلك بالفعل هذه المجتمع الصحابة كانوا شوية ناس بهايم، شوية ناس من أغبى خلق البشر، خلق الله، من أغبى أنواع البشر، من أغبى الشعوب، من أغبى الناس. ما عندهم ولا حاجة، يعني ولا حاجة، أبيض هكذا ما فيش حاجة، ما بيعرف غير أنه ينكح ويقتل، ما عندوش أي حاجة في التفكير. يعني واحد ما بيفكر شو أنا ليش، وأنا الآن صليت 4 ركعات، ثم صليت 4 ركعات ثانية، ثم صليت ركعتين، ثم صليت، ثم جلس سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 مرة. لا، وفي الرواية بيقول لك من سبح 33 ومن وكبر 3 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال في 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فقد محي الذنوب. طيب أنا الآن صرفت نصف ساعة على هذه الصلوات، وصرفت 10 دقائق على هذه الأذكار، راح مني 40 دقيقة. خلاص، لا لحظة، بعد 2 أو 3 ساعات يجي صلاة العصر، صلاة النبي، ثم يجي بعدها صلاة المغرب. اللهم صل على كامل النور. وطبعا قبل صلاة المغرب احنا عندنا أذكار الصباحي والمساء، ثم بعدها اجي صلاة العشاء بعد المغرب، نفس الغباء. ثم بعدها أنا رحت نمت، المفروض أني أصحى بكير طبعا، أنا نمت 4 ساعات، لما أكون أنا نايم 4 ساعات وأروح أقوم أروح أصلي، طبعا الناس المتقية بتصلي صلاة الوتر، الناس الأخرى لا تصحى على الفجر، وهو طالع على الفجر، قسم بالله هذا هو منظر الناس في صلاة الفجر. الله، قسم بالله ان 3/4 نايمين، انت فقط لانكم ما رايحين لصلاه الفجر كثير. روح لصلاه الفجر الان، روح لصلاه الفجر، راح بتشوف اللي مو سهران الليل واللي صاحي من النوم كذا، قسم بالله هذا هو حالهم، 3/4 نايمين، ثم يرجع طبعا يرجع وكذا ما يقدر ينام، خلاص راح الوقت ويطلع له الشمس وكذا، لا وانت لساتك جالس. طبعا الأذكار شغالة 24 ساعة، عرفت كيف؟ ثم بعد هذا أنا لازم أصلي ركعتي ضحى عشان كفارة عن كل عظمة من عظامي ال 360، عشان أنا لازم أروح أساعد وأعمل وكذا، لابد أني أصلي وراح الآن صارت الساعة 8-9 بعد ما صليت اللي كذا، خلاص أنا مسطول، أنا مش قادر أعيش. فأكيد شيء طبيعي، مثل ما كان يعمل عمر بن الخطاب، ينام في الشارع واحد أهبل شو. وهذا مش كان حال عمر بن الخطاب، هذا حال أغلب الصحابة، كانوا ينامون في الشوارع، ينامون في المسجد، ينامون في كذا. وحتى الآن أنت لو تروح للمسجد، أكثر الناس التزاما بالمسجد وأكثر الناس التزاما بالصلاة دائما بينامون في المسجد، ما بيعرف. وبعدين يمسك لك القرآن وبعدين شوية فكره يشتغل، وبعدين يسمع طخة هو لساته بيقرأ. انت لما بيكون هذا حياتك شو راح يطلع منك؟ راح يطلع منك كائن متخلف اهبل، ما عندك ذره من العقل، ما عندك ذره من العقل. فشي طبيعي يجي اي واحد اهبل يستعبدك ويخليك حمار تسمع كلامه، يضربك بالصوت عادي جدا. ما هو النبي قال هذا الكلام، قال اسمع للامير وان جلد ظهرك واخذ مالك يا ابن القندره. ابن القندره ما قال، قال في سر صراحه، لانه ما كان يعرف حاجه اسمها قندره، فقط يعرف الخف، ما كانش عنده حذاء، اغلب اوقاته كان بيمشي حافي القدمين يعني، لذلك رجوله كانت مثل رجول الفيله من 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 من, من عظم، ما كان يلبس حذاء يعني عليه الصلاه والسلام، معفن لاخر الدرجه. ثم ياتي يقول لك جلد ظهرك وأخذ مالك، لازم لا تسمع وتطيع. طبعا أكثر الناس تقوى، شو لازم يعمل؟ لازم يسمع ويطيع، ما لأنك إذا ما سمعت وأطعت شو راح يصير فيك؟ راح يصير فيك أنك تكون مخالف للنبي محمد، راح تطلع إنسان محترم، ما راح تطلع إنسان محترم، راح تطلع إنسان جبان حقير تافه غبي متخلف، عشان تستطيع أنك تقول لا ما يجلد ظهري وما يأخذ مالي، لابد أن تعمل ثورة. خلينا يا جماعة، ترى هذولا لعنوا أبو سلسفينا لنا، خلينا نروح نعمل ثورة، يلا خلينا نروح نعمل ثورة. طبعا الثورة
قتلوا بنت النبي، ابن بنت النبي محمد، عشان عمل، عشان فكر انه ينادي بالخلافه لنفسه. وقتلوا عبد الله بن الزبير وضربوه بالمنجنيق عشان دعا للخلافه بنفسه. انت بدك تعمل ثوره، بدك تعمل ثوره يلعن ابو سلسفين اهلك ويطبق فيك مثل ما يقول ابن عربي، وان الذين قتلوا الحسين تأولوا قول النبي محمد: من أتاكم وأمركم على رجل واحد فاقتلوه كائنا من كان، يريد أن يفرق جماعتكم. حتى لو ابن بنت النبي عادي جدا، بلا النبي بلا الزبالة، ما فيش مكان لهذا الكلام. ولذلك ذكر ابن كثير أن عبد الملك لما وصل إلى الحكم وبويع له بالخلافة جاب المصحف وقال: هذا فراق بيني وبينك. طبعا راح يقول هذا فراق بيني وبينك، ليش؟ لأنه طبعا فراق، طبعا لابد أنه أنا الآن أنا الإله الأعظم. ولذلك لما جابوا بيزيد بن عبد الملك جابوا له العلماء يحلفون له أنك كخليفة للمسلمين ليس عليك ذنب، أن الله غفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك حتى سقطاتك وأخطائك، عادي جدا. ولذلك ألفوا له حديث أن العالم إذا اجتهد فأخطأ وأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. يا صلاة النبي. بقول لكم بهايم قسم بالله، أمه كانت عايشة بهذه الطريقة. الخليفة بيقتل، بيسرق، بيغتصب، بيلعن، بيسب، بيضرب الكعبة بالمنجنيق، يقول مخطئ صراحة، مخطئ. ويعني والرسول أخبرنا أن الإنسان إذا اجتهد فأخطأ فله أجر. مخطئ عادي، عادي يعني، عادي خلي يجي يعمل اللي بده إياه، عادي مخطئ. طبعا أكيد. ولذلك هناك من العلماء من جعلوا ليزيد مناقب بأنه كان أول من ركب البحر، ويقول ويقول ابن العربي في خلافة يزيد، وأن يوم ما بويع لخليفة بويع ليزيد بالخلافة أن الرجل كان مؤهل للخلافة. يا صلاة النبي، كان مؤهل للخلافة بدليل عمل 3 مجازر فيكم: مجزرة مكة وضربها بالمنجنيق، ومجزرة الحرة اللي اغتصب نساء الصحابة وبنات الصحابة، ومجزرة الحسين في كربلاء اللي قتل وذبح مثل النعجة وقتل أهل بيته. طبعا أنا مجتهد، هو طبعا أكيد له أجر. أنت كرجل سني عليك أن تعتقد أن يزيد وإن أخطأ فله أجر. ولذلك لما قام الصحابة بقتل بعض، ما أقول لكم بهايم يعني، هذول البهايم ما فكروا يعني 100,000 من العراق و70,000 من الشام يروحوا يتقاتلوا في الصفين ويقتل منهم 70,000 إنسان، يعني ما بقى بشر بيناتهم، عارف كيف؟ ما فكر هذول الناس إحنا بنقاتل على شو؟ وإحنا بدنا نرجع على شو؟ وإحنا شو هذه الفائدة من هذا القتال؟ عشان واحد حمار من بني عبد المناف وواحد متكبر من بني أمية، اثنيناتهم جالسين عندهم مشاكل عائلية وبدهم يحطوها براسنا بأنه دين؟ لا، ما فيش. الله أكبر، الله أكبر، اثنيناتهم الله أكبر، شو؟ ويتقاتلوا، رغم أنه عندهم حديث يقول إذا 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 التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قال لا لا لا، نحن مع علي ونحن فرقتنا الصواب. طبعا هناك 10-15 واحد اعتزلوا القتال، ما لهمش أي قيمة طبعا، أما جمهور الناس كانوا مع علي ومع معاوية، عادي جدا. طبعا معاوية كان ملعون هذا. لما قتل عمار بن ياسر طبعا قالوا النبي قال أن عمار تقتله الفئة الباغية، راحوا قالوا لمعاوية هذا الكلام، معاوية قال صحيح، علي بن أبي طالب هو الفئة الباغية. قال بس هو كان يقاتل مع علي. قال ها؟ قال لسه صحيح، مو هو اللي طلعوا معاه، إذن هو اللي قتله. شفت ازاي يا ولد، يا ولد. ومن هنا تأسس علم الترقيع في الإسلام، يعني الإمام معاوية رضي الله عنه وأرضاه أول من استطاع أن يرقع الدين بدون أي كتابة ولا عالم ولا شيخ ولا أي حاجة، على طول رقع يا عبي، ما حدا ماسكك، عادي جدا. رقع عادي جدا أي كلام في أي هبل في أي موضوع، عادي جدا، شو نسوي؟
وجهوا طبعا لعائشة، قالوا ما كان بينك وبين علي بن أبي طالب. علي عائشة وعلي هذه عملوا مجزرة في بعض في الجمل، يعني حتى أنها أسرت وبعدين رجعها للمدينة، راح يروح يتلمي وينضب يولية كفي يعني خلاص ما في حدا يشكمك. فقال والله ما كان بيني وبينه يعني إلا اللي بين 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 الرجل وحموها، يعني مشاكل عائلية، مشاكل عائلية. أنت كواحد أهبل في 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 2024 جالس تتبع هذول الناس الزبالة، ليش؟ لأنك أهبل، لأنك غبي، لأنك لو كان عندك ذرة من العقل ما صرت وقود، ما صرت متبع، ما صرت مقتدي بشوية ناس زبالة جابوا مشاكلهم العائلية وحطوها على رأسك النودين. طبعا أنا مش فاهم، واحد حجازي، واحد قرشي، ما أخذ لسه ميزات ودنيا، وخاصة إذا كان يعني من 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 الطالبيين أو كان من الحسنيين أو الحسينيين، عندك، وخاصة إذا كنت شيعي. ولكن أنت كمصري إيش دخلك بهذا الموضوع؟ أنت كسوري يا أهبل إيش دخلك بهذا الموضوع؟ أنت كفلسطيني يا أهبل شو دخلك بهذا الموضوع؟ فضلاً أنت يا حمار ككردي إيش دخلك بهذا؟ واللي أحمر منك الأمازيغي إيش دخلكم بهذا الغباء؟ وين عقلكم أنتوا أصلاً؟ وين عقلكم؟ ما فيش عقل والله، ما في ذرة من العقل، ما في. لو كان عندك عقل ما اتبعت هذا الغباء أصلاً، لأنك لو كنت كنت شوية هكذا بخمسة فلوس تشغل عقلك لعرفت هكذا. روح تقرا هذا الكلام، والله باينة، قسم بالله باينة، لو بيعملوها مسلسل باينة واضحة جدا يا عمي. والله مشاكل عائلية، مشاكل بين الناس، مشاكل على المال وعلى السلطة، مشاكل بين الأتباع، شوية ناس همج هب الأغبياء. نبيكم يعاملكم معاملة البهايم، يقول لكم تكاثروا تناكحوا، تناكحوا يعني جيب الثور حطها على البقرة عشان نجيب بهايم. يا عمي بيعاملكم معاملة البهايم يا عمي، قال لكم هذا الكلام بالحرف، قال لكم الناس كالإبل المئة، أنتم مثل البهائم مثل البعران لا تكاد تجد فيهم راحلة. قال لكم إنما الذئب يأكل من الغنم القاصية، يا شوية خرفان لا تنطلعوا عن القطيع. يا عمي والله قال عنكم بهائم، بهائم، افهموا. لا لا لا، الإنسان الله كرم بني آدم، أن الله سبحانه وتعالى خلانا مكرمين عنده، ومن دلالات الكرامة أنه كرمنا بنحط رأسنا في الأرض ونرفع له مؤخرتنا. شوية عقل بخمسة فلوس، شوية عقل بخمسة فلوس والله تكفيكم تعيشوا أبد الدهر معززين مكرمين. ولكن أنتم ما شايفين حالكم، ما شايفين بلدانكم، ما شايفين دنيتكم، ما شايفين العالم وين وصلت وانتوا وين يا متخلفين، ما شايفين انت الان شو اللي بتقدمه للبشر، غير انك بتقدم لهم لاجئين وحروب وعاهات ومشاكل. حتى لما بتجوا لاجئين الى اوروبا شو بتقدموا للبشرية غير انكم شوية عاهات، عاهات بكل ما تحمل الكلمة من معنى، عاهات بانكم تقوموا بالقتل والسرقة والخدمة والغش، ومشاكلكم الطائفية جبتوها معاكم، ومشاكلكم الأخلاقية جبتوها معاكم، ومشاكلكم الاجتماعية جبتوها معاكم. حتى الكلب صار يقرف منكم، يخرب بيتكم الكلب، الكلب هذا اللي مثله كمان أن الكلب دائما بيلاقي ذحل الحسن، بيقرف منك والله العظيم، الكلب يقرف منك صراحة. مش الكلب الأوروبي، الكلب الجربان اللي موجود في الخرابات في العالم العربي، لما بيشوفك والله بيقرف منك ومن دينك، بيقرف من حياتكم، من وضعكم، من واقعكم، من كل حاجة. مشاكل ضرب نسوان واعتداء وسب وكذب وقرف ما بعدها قرف. ثم يقول احنا راح نملك اوروبا، نعم نعم احنا جايينكم في اوروبا، الاوروبيين بيدخلوا اسلام، الاوروبيين بيدخلوا اسلام. اسلام مين يعني بالضبط؟ يعني معلش كان سمعت غلط، بيدخل أي إسلام فيكم؟ يعني إسلام السنة ولا الشيعة؟ إسلام وليد إسماعيل ولا محمد شمس الدين؟ إسلام الشعراوي ولا القرضاوي؟ إسلام أبو بكر البغدادي ولا أيمن الظواهري؟ إسلام مين بالضبط يعني؟ يعني معلش، يعني هو دخل أي إسلام فيكم يعني؟ ثم لما قلت له تعال ادخل الإسلام، شرحت له إنه إحنا راح نقطع بلبولك، شرحت له إنك أنت إذا طلعت من الإسلام راح نقطع لك رأسك، شرحت له أنه أنت أمك وأبوك مثل الكلب وأهلك كلهم مثل الحمير، شرحت له هذا الكلام؟
لا، احنا اسلامنا يحث على الاخلاق. ما لو كان يحث على الاخلاق كنتم طلعتوا شويه ناس عندكم اخلاق. يعني لو كان هذا الاسلام بيجعل منكم ناس، يعني لا، ما المشكله الناس ما بتطبق الاسلام. مين اللي بيطبق الاسلام؟ عائشه اللي كانت قلبتها شقق مفروشه، ولا ابن عباس ابن عم النبي محمد اللي دعا له النبي محمد اللي كان يؤمن بزواج المتعة القوادة أن دعارة إسلامية؟ مين اللي كان يؤمن بالإسلام؟ ولا صحابتكم اللي كلهم اغتصبوا نصف بنات الدول اللي فتحوها؟ مين اللي منكم عنده أخلاق يعني؟ أنت ممكن تقصد الأمم الثانية، بس ما كانش عندهم أخلاق، كلهم كانوا بيقتلوا في بعض ويسبوا بعض ويلعنوا بعض، والصحابة كانوا بيسبوا بعض على فكرة. علي بن أبي طالب كان يسب في الشام على المنابر. يقول ابن كثير: وذلك أن الشام كانوا نواصب والعراق كانوا شيعة. أن الشوام كانوا نواصب والعراقيين كانوا شيعة. لذلك مالك لما كان يتكلم عن العراقيين كان يقول لهم: أنزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب. يعني لا تصدقهم ولا تكذبوا. مين اللي هذا؟ ثلاثة أرباعكم متهم بالكذب. اللي عندكم صادقون هناك كذاب، اللي عندكم صادقون هناك كذاب. مين اللي عندكم شوية عنده أخلاق يعني؟ مين؟ هذه كتبكم، هذه منين تعلمتوا الأخلاق؟ تعلمتوا الأخلاق من أي أمة ومن أي شخص ومن أي مكان؟ أنتوا يوم ما صرتوا شوية تتعلمون الاحترام والأخلاق لما صرتوا تفتحون القنوات الفضائية وتشوفون العالم الغربي، تشوفون أفلام ومسلسلات أجنبية وشوي ترى الناس، ترى مش كل الناس بهايم مثلنا. وقتها شوية صرتوا تتطور شوية شوية. لما طلع لكم شوية ناس من بلدانكم المتخلفة طلع لأوروبا شوية تعلم ورجع لكم، قال لكم: ترى يا بشر، ترى والله احنا مش عايشين، احنا بهايم يعني. قالوا لكم هذا الكلام بس انتم ما فهمتموه. لا، هذول دعاة التغريب ودعاة تحرير المرأة ودعاة السفور ودعاة أنهم أتوا لكي يملوا علينا تعاليم الغرب. يا وحياة أمك، تعاليم الغرب لك أنت؟ ليش تتسول عشان توصل للغرب؟ لا، ما هو هذا الغرب، هو هؤلاء سرقوا بلداننا وقتلونا وهم مجرمين. عشان هيك رايح تعيش عندهم؟ أنت مستوعب أنت كمية الغباء الذهني عندك واصل لوين؟ ليش؟ لأن هذا ودي هذه الشريعة لما تبقى فيها فترات طويلة بتطلع بهذه العقلية يا ابن عمي. ما بتطلع إنسان سوي، بيكون عندك صعوبة أنك تصير سوي، بتكون عندك صعوبة أنك بتفكر أصلاً، بتفكر أنك الدنيا كيف ماشية. نعم، والله معنا على الأقل، وهؤلاء الله مولانا ولا مولى لهم. بالله عليك، الله مولاك وين بالضبط؟ مع أطفالك ولا مع نسائك؟ مع قضاياك ولا مع فقرك؟ ولا مع خيبتك ولا مع بناتك ولا مع أولادك؟ ولا مع تحرشك ولا مع أي قرف من اللي الله مولاكم؟ مولاكم بماذا؟ بماذا؟ في فلسطين ولا في العراق؟ في سوريا ولا في اليمن؟ في لبنان ولا في الصومال؟ ولك الله وين؟ الله هذا تبعكم وينه؟ نعم، أنا الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. وليش يمهل؟ ما هو في ولد الآن هذا الولد المسكين يعني الآن بحاجة أنه يروح يتعالج في مستشفى السرطان، ما عندوش أمه، ما عندوش فلوس، ليش بده يمهل؟ لما يمهل راح يموت هذا الولد. نعم، حتى لو مات، لأن هذه الدنيا يا أخي في الله لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وحياة أمك، ما تساوي عند الله جناح بعوضة؟ ها؟ طب خلاص تتبرع بمالك لهذول الناس. لا، ولكن أنت ما بتعرف أنا شو بعمل. لا، بعرف أنك كذاب صراحة، والله كلنا بنعرف، وأنت عارف أنك كذاب، زوجتك عارف أنك كذاب، وأولادك اللي جالسين حواليك بيسمعوا واللي سكتهم كلهم عارفين أنك كذاب صراحة، كلهم عارفين والله أنك كذاب، كلهم عارفين أنك أنت بياع كلام، كذاب لآخر درجة. بما أن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لا، أنا الحمد لله نحن ننفق في سبيل الله. والله إذا كنتم تنفقون في سبيل الله لكان ليش
المتسولين في مساجدكم ما بتنتهي. ليش الناس تتسول 24 ساعة؟ إذا لقت يعني هكذا خرم في الحيطة عرفوا أنه فيها أمة من النمل بيروحوا لعندهم يتسولوا. ليش؟ بما أنكم تنفقون في سبيل الله، ولكنتم أكبر أمة تتسول على وجه الأرض، أو أكبر أمة في مساجدكم، في أسواقكم، في حتى في التيك توك تتسولوا. أنا أول مرة أشوف واحد عنده جهاز تليفون ب10,000 كرون، يعني $1,000، وجالس ويتسول فلوس. أنتوا هذه الأمة بتصير. ليش؟ لأنه كله هذا حالكم. لا، ربنا الحمد لله ما مخلانا محتاجين لحد. طبعا مش ربكم يعني، بس يعني هو لأنك أنت عايش في الغرب. لو كنت عايش في البلدان العربية كنت راح تكون متسول، أو تكون حرامي غشاش نصاب تقطع رقاب الناس. ولكن لأنك أنت عايش في الغرب مش محتاج لحد. والدليل على ذلك لما إخوانك موجودين في البلدان العربية بيطلعوا يعيني بيتسول. أنت متنمر يا ولد. أنا متنمر؟ ولكن أنت تتعبد بكتاب فيه كل السباب وتنمر عنصرية وقذارة ولعن وسب، حتى في الأعراض ما, 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 ما تركت. أنا متنمر عشان بوصف حالك. أنتم موتوا بغيظكم. والله يا عمي ما حدا ما ميت بغيظة إلا أنت. والدليل على ذلك أنا جالس في بيتي بتكلم، أنت اللي بس أمسكك والله راح أقطع راسك. ولا تقطع راس مين يا هبل؟ أنت روح أقطع راس اللي لعنوا أبو سلسفين أهلك في بلدك. ليه جالس تقطع راس هنا في أوروبا؟ راح نبتدي بيك أنت. أنا راح نبتدي بيك هنا في أوروبا. عمي روح يا هبل. جيت لحتى جيت لأوروبا ما صرت إنسان. متى راح تصير إنسان؟ ما ممكن تصير إنسان. ليش؟ لأن هذه الشريعة لما بتكون جوا رأس إنسان ما ممكن يتحول إلى إنسان. صعب. الشريعة الإسلامية والإنسانية متناقضان، لا يجتمعان في قلب رجل واحد. ما ممكن. صعب هذا الكلام. مش صعب، مستحيل هذا الكلام. أنت ممكن تصير إنسان لما تطلع هذه الزبالة من رأسك. لأن مفاد هذه الشريعة أنك أنت إنسان متخلف أهبل ما عندك عقل وعبد وتنفذ أوامر. واحد يجي يقول لك اقتل، اسبي، سب، العن، اعمل كل هذه المصائب، فكيف راح تصير إنسان؟ صعب عليك أنك تصير إنسان. لذلك راح تستمر بهذه الطريقة في هذه الدوامة، وراح تربي أطفالك. الحمد لله والله راح نجيب أولاد. ما وانت يا أهبل. العتب مش عليك صراحة، العتب على اللي بيصرف على أولادك. لو كان تركهم هكذا في البلدان العربية أولادك يروحوا يشحتوا على إشارات المرور، كان هذا ما كنت على الأقل كنت شوية راح ابنك راح يجي يذبحك. وابنك لما يكبر ما راح يكون بده يجيب 20 طفل وراء. ولكن أكيد لما تكون عايش في أوروبا والدولة تدفع لك فلوس الحفاظات وتدفع لك فلوس الحليب وتدفع لك حق الرعاية وتعطيك إجازة سنة عشان تعتني بالطفل، وبعدين تدفع لك فلوس الروضة، وبعدين بتعلمها، أكيد أنت بتجيب أطفال مثل البهائم. يلا جيب طفل 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 عادي جدا. ليه؟ لأن نبيكم قال هذا الكلام. نبيكم قال لكم شوية بهائم روح جيبوا يلا تكاثروا. الحمد لله شوف الإسلام ينتشر. طبعا ينتشر بماذا؟ بأموال الكفار صراحة. هالأموال أنتم بتجيبوا أولاد والكفار يدفعون لكم، مش فقط في البلدان الأوروبية. البلدان الأوروبية مش رقم كبير يعني. أنت تعتقد أنك أنت عايش في مصر على ماذا؟ أنت عايش على المساعدات. أنت عايش في الصومال على ماذا؟ أنت عايش على المساعدات. في نيجيريا، في اليمن، في سوريا، في الكثير من البلدان الإسلامية، في أفغانستان، في أنت عايش على المساعدات. أنت حرفيا لولا الكفار أنه بينفقوا عليك لمتت من الجوع أصلا. لولا الكفار أنه جالسين معتنين بكم أنتم لمتتم من الجوع، لانقرضتم من هذا الأرض كليا. أنت موجود لأن الكفار بيصرفوا عليكم، مسيحيهم وملحدهم ويهوديهم وكافرهم وكل حاجة. وبالتالي أنت موجود فقط لأن هذول الكفار عندهم إحساس بأنه هذول يلا ناس نروح مثل ما بيعطوا الحبوب والأكل للطيور وللحيوانات الأخرى، بيقولوا على الأقل هذول بني جنسنا خلينا ندفع لهم فلوس.
هذا اللي بيصير معكم، عشان هيك انت بتنتشر. ولكن انا بتنتشر بتقدم حاجة للبشر؟ لا، تنتشر لأنه حدا مقتنع بدينك؟ لا. أعداد الناس الذين يدخلون الدين مقارنة بأعداد الناس الذين يخرجون من الدين ليس هناك مقارنة حتى، ولا ممكن أن يوصل لواحد بالألف. يعني الذي يدخل الدين قدامه أكثر من 999 إنسان يخرج من الدين، وشي طبيعي. أنت لما، ونبيك على فكرة كان عارف هذا الكلام، نبيه كان عارف هذا الكلام بحذافيره، لذلك قال جيبوا من بدل دينه فاقتلوه، اللي بيترك هذا الدين أخلص. الصحابة قال نفس الكلام، قال والله لأقاتلن من فرق بينها وبين الصلاة. عمر طبعا استوعب الفكرة، قال بلا نقاش بلا هبل وبعدين وكذا، والله احنا راح ننقرض إذا كل واحد بده يطلع من الدين ونتركه. قال صح والله ما رأيت. قال والله ما رأيت إلا أن الله شرح الصدر أبا بكر للقتال، فعلمت أنه الحق، لأن أبو بكر بينزل عليه وحي، طبعا معروف أنه بينزل عليه وحي. فأنت عمليا أنت دينك باقي، لأن الذي يترك هذا الدين ما يقدر يعيش بيناتكم، يا أما تقتلوه حقيقة جسديا أو تقتلوه اجتماعيا، تلعنون أبو سلسفين أهلا ما يقدر. وطبعا المرأة ما تقدر، يا عيني المرأة هي الحلقة الأضعف في هذه السلسلة، لأن المرأة شو ارتديتي بدك تصيرين عاهرة، اغسل عارك وعادي جدا، ويروح يقتلها وكذا وعادي جدا، أو يروح يزوجها لواحد يمسيها بعلقة ويصبحها بعلقة ويعتبرها سبية عنده، عادي جدا. وبالتالي ده المسكين لا والله لا بدي ارتد ولا كذا، الحجاب على الأقل ألبسه وحاول أعيشه، وأصلا ما أفكر في هذا الموضوع أصلا. لذلك لما تسألهم تقول لهم ليش أنت بتقتل المرتد، بيقول لك لأنه خطر على المجتمع. وقلت له ليش أنت ليش هذا خطر على المجتمع؟ بيقول لي لأنه تفكفع هذا راح يخلي الناس يتشجعون يتركون الدين. يا ولا أكيد راح يتشجعوا يتركوا الدين، أكيد راح يتشجعوا يتركوا الدين، لأن دينك هش، دينك في عصر الإنترنت تافه ما يقدر يقنع حدا. دينك هذا يقدر يقنع شوية ناس ما عندهم عقول، أما الناس اللي شوية عندها عقل ما ممكن يقتنع بهذا الغباء. عشان هيك أنت بتخاف على المجتمع يعني يترك الدين. الناس أنت كلامك خطر، كلامك بتأثر على الشباب وعلى البنات. طبعا بيأثر على الشباب، ولا مش لأنه كلامي خطر، لأن دينك تافه. لو كان عندك دين حقيقي، دين عنده قيمة، ما حد تأثر بهذا الكلام أصلا. ولكن هذا الولد والبنت ما بده يعيش بهيمة مثلك، ما بده. عمره 20 سنة 30 سنة أقل أكثر، لما بيسمع هذا الكلام بيروح يدور. عنده انترنت، عنده موبايل، عنده قدرة أنه يدخل. صحيح والله هذا النبي فعل كل هذه الزبالات، صحيح أنه كان بيحط قضيبه في مهبل طفلة عمرها 9 سنين. يا نهار اسود، تتذكر لما كانت عمرها 9 سنين؟ يا نهار اسود، يجي لي عمو حسن صاحب بابا يجي ينام معايا، يا نهار اسود، اكيد راح تنخض من هذا الكلام، اكيد ما راح تقتنع بدينه. وحتى الولد لما يجي يفكر بهذا الكلام، كلب وحمار وابن قحبة وزبالة وقتل ودمار ونجس وكل هذا الكلام. أما وعنده صاحبه بيشو مسيحي، وعنده صاحبه الثاني ما عندوش دين وعنده كذا، وعادي دنيا والشلة ماشين وبيروح ويرقص وكذا، وبيزوج هذا الدين الأهبل اللي أنا ماشي عليه. وبعدين بيروح يقول الله معلش أتوب هذا رمضان، بيروح بيصلي الله أكبر، يجي يدخل يتذكر هذا الكلام. أنا شو بعمل؟ أنا ليش حاطط إيدي كذا؟ طيب استغفر الله، تف 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 تف، هذا بنعمل صلاة بسم، هل أنا قريت قرآن ولا أنا شو بعمل؟ ولا أنا بدندن مع حالي، ولا بغني لعمرو دياب، ولا بغني لنانسي عجرم، ما شو بعمل؟ ما استغفر الله، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، وبعدين يركع للسجود، الله أكبر، بيحط رأسه في الأرض. صحيح هو أنا رأسي الآن في الأرض، بس مؤخرتي لفوق، مين اللي بيطلع على مؤخرتي؟
المفروض الله والملائكة يا نهار اسود. طب فكر له، استغفر الله، الله أكبر، غفرانك غفرانك، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى. طب أنا مؤخرتي فوق مرة تانية، وبعدين مع هذا، طب أنا ليش أصلا أرفع مؤخرتي؟ لأنه الله سبحانه وتعالى طلب مني. طب ليش بيطلب مني هذا الشيء؟ يصير يفكر، يصير يفكر، لأنه مش بهيمة مثلك، لأنه عنده أدوات، عنده أنترنت، عنده كمبيوتر، عنده عقل، بيقدر يفكر. عشان هيك يقدر يصير إنسان محترم، لسه الحياة قدامه. أما واحد مثلك عمره 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، ها عنده صعوبة حتى يفكر، إنه حتى عنده جبن إنه يفكر. خاف أنا، طب إذا فكرت إنه حياتي هذه كلها كانت غلط، أبشرك والله كانت كلها غلط، حياتي كلها غلط، وداعت هاي الشيبة كلها كانت غلط، حياتي وحياتها كلها كانت غلط، حياة الزبالة، طلع من شريعة الزبالة. كنا منفكرين أنه هذول الناس ناس محترمين وناس أكابر وناس قدوة، كلهم كانوا الزبالة. من الزبالة لأنه بسب يهبل، لأنه أخلاقهم كان زبالة، من أكثر الناس انحطاطا أخلاقية، ما تركوا نقيصة. والدليل أنك أنت لما تنحط في مكان تعمل أفعال، هم نفسك تأبى أنك تعمل هذه الأفعال. فتصور أنت مقتاد بمين؟ مقتاد بواحد أنت أخلاقك أفضل منه. مستوعب أنت الهبل اللي عندك؟ مستوعب الغباء اللي أنت عايش فيه؟ أنك أنت تشعر أن هذه قدوتك، بينما أنت أخلاقك أفضل منه. ما ترضى أنك تروح تنام مع طفل عمره 9 سنين. طبعا في منكم من يفعل ذلك، يلعن أبو أشكالكم، شوية ناس مختصبين بيدوفيليا، المفروض تنحطوا في, في, في السجون وتمنعوا من الناس. ولكن الغالبية الساحقة ما ترضى تعمل هذا الشيء. طب ما عندوش كلام يقوله، يا عيني يرتبك. طب مين اللي خلق السماوات والأرض؟ من خالتي، من خالتي رازقية، سعدون، سعدون دائما بيخلق السماوات. إيش ما أدريني مين اللي خلق السماوات؟ هو أنت مشكلتك في اللي خلق السماوات والأرض، ولا مشكلتك اللي بينيك من بناتكم يا حمار؟ مشكلتكم انه مين اللي خلق السماوات والارض، ولا مشكلتكم باللي بيقتلكم وجعل منكم شويه ناس زباله؟ مشكلتكم في اللي خلق السماوات والارض، ولا مشكلتكم بالاغتصاب اللي صاير في بلدانكم، بالتحرش، بالفساد، بالقتل، بالسب، بالانحطاط الاخلاقي؟ يخرب بيتكم. لا لا مش مقنع. طب افرض انه في نار، انت والله يا اخي اول واحد راح تدخل فيها، كيف راح، كيف ليش ادخل اول واحد في النار؟ لانه غالبا راح يكون الشيعي هذا هو على الحق، او يكون ذاك السلفي اللي هو على الحق، او اللي بيكون هذاك الاشعري على الحق، او احتماليه انك انت تدخل هذه الجنه وما تدخل النار مثل احتماليه انه سمكه بتحطها عندي هنا في الميز ويبقى 200 سنه. هذه الاحتماليه اللي عنده، ما يمكن يصير هذا الكلام. انت اصلا الان لما تاتي وتقول لي والله طب وانت شو راح تعمل اذا ربنا جابك وقال لك انت ليش ما امنت بي وشفت انه في جنه ونار؟ عادي جدا اقول لك انت مو اعطيتني عقل، والله استخدمت عقلي، شفت انه هذا كلام اهبل. اذا انت كنت بدك اني اؤمن بهذا الاهبل، ليش اعطيتني عقل يا 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 بعد قلبي يا ابو عيسى؟ ليش انت اعطيت الناس عقول عشان تفكر؟ كنت تخلينا بهايم مع البهايم، وكنا رايحين ومرتاحين وعايشين بسلام. بس انت شو راح تعمل اذا انحطيت قدام الله وربنا قال لك يعني معقول انك انت كنت تعتقد انا ارسل لكم واحد بيدوفيلي ويروح ينكح الاطفال ويغتصب النساء ويسرق الاموال ويجعل لنفسه؟ كل الإشارات والدلائل تدل على أنه هذا مش نبي، إلا غباءك أنت اللي مصر على أنك تقول أنه نبي. معقول أنه هذا؟ أنت شو راح تعمل لما يصير هذا الكلام؟ كس أختك كس أمك، شو صار؟ كس أختك عرصة ولك أنت 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 والله زنديق زنديق. لا عمي مش أنا الزنديق، ولا كس أختي ولا كس أمي، أنت شوية الكهرباء ضرب عندك. ليش؟ لأنك مش قادر تتصرف، مش قادر تستوعب أنه هذا هو الوضع، هذا هو حالك أنت، أنت عمليا هو هذا حالك. لذلك أنت كل ما بتسبني أنت بتسب هذا العقل اللي جواتك، اللي بيحاول يشتغل، بيحاول يري النهار، يجي يقولك يا حمار يا حمار، اسمع الكلام يا حمار.
ولكن لا، كل سبتك كل سبت، هو يعتقد انه بيسبني انا، وانت بتسب عقلك جابر، عقلك هذا مخك صار يشتغل، انت بتسبه هو ما بتسبني انا، لانك انت بتسمع هذا الصوت من جوا راسك، مش صوتي انا هذا اللي انت بتسمعه، هذا صوت عقلك، عقلك دماغك اللي ربنا حطاه جوا راسك، اللي انت بتحطه تحت الارض وترفع لي مؤخرتك. ولكن هذا العقل ما يقدر يكون ما يشتغل، راح يشتغل دائما. واذا بدك تسكته بكل سخطك وكل سم خار، هذا لو سكته يدخل يعني، روح عيش بهيمة مثل بقيتنا، دخلني أنا بيك خرب بيتك، شو هذا الغباء اللي أنتوا فيه؟ هلا لا لا، مين اللي خلق السماوات؟ مين اللي راح يكون خلق السماوات والأرض؟ يعني على أساس إنك أنت عرفت مين؟ أنا الحمد لله عندي إجابة، ما أنا كمان عندي إجابة. إذا الموضوع إجابة، أي إجابة في أي غباء؟ آه خلاص، الخنفس الجبار اللي خلقه، هو محترم وكذا، وحتى نفع عن نفسه ألف 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 لام التعظيم، ومتواضع وما يطلب حدا بعبادته، وفي غاية الروعة. وأفضل منهم، لا منتقم ولا جبار ولا متكبر ولا حاجة، وحتى جبروته جبروت جميل جدا، مش مثل جبروت الله يحط الناس في الشواية ويصر ها استوى جبريل مالك استوى عندك، يقول لا يقول أنا جماعة عندي استوى، تعال خذوا من جيب لي جماعة تبعك. أنت مستوعب الغباء اللي أنت بتؤمن به؟ مستوعب الكوميديا السوداء اللي أنت مؤمن به؟ ناس جالسين في جهنم أبد الآبدين، مالك مالك فليقضي علينا ربك، اخسأوا ولا تكلمون، البثوا فيها، شو هذا الغباء؟ وبعدين المشهد اللي بعد، لما فيش مشهد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا ليذوقوا، شو هذا؟ انت بكل عقلك، في واحد خلق هذا الكون سخيف وتافه لهي الدرجه، جالس يرسل لك كتاب يقول لك مثل هذا الكلام الأهبل؟ لا نعم، سبحان يا أخي، الله لا يسأل عما يفعل، وهم يسأل، لأنك عارفين ما هو اللي كتب لك هذه الآية، والله عرف أنك بهيمة، لو كان يعرف أن أنت عندك عقل والله ما كان راح يكتب لك هذه الآية، ولكن هو كان يعرف أنك أنت إذا لما راح تسأله ها أنت بتخوف، بتقول له يا أخي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فأنا بسكتم بكتم، تحترم حاله وتجلس في البيت وما تسأل، وتظل تمارس دورة الغباء عندك إلى أبد الدهر، ثم بعد هذا تأتي وتقول لي نعم الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله نحن ربنا أرسل لنا كتابا ونبيا أشرف الخلق، أشرف بماذا يلعن أبو عقلك؟ بماذا صار أشرف الخلق يعني؟ هو كان شريف عشان يصير أشرف؟ كان عنده ذرة من الشرف عشان يصير أشرف؟ ما هو أنت ما قريت السيرة، ما قريت شوية أحاديث، ما قريت القرآن أصلا، ما قريت بحياتك، ما فتحت تفسير عشان تعرف إذا هذا الإنسان أصلا كان عنده ذرة من الشرف، ذرة من الأخلاق، ولك كيف أنت، كيف قل لي كيف أنت، كيف استماعك لكل هذا الكلام ولساتك مقفل راسك؟ كيف؟ الحمد لله، ربنا يثبتني على هذا الدين، ربنا يثبتني، أكيد راح يثبتك، بس اللي يثبتك مش ده دينك، مش إلهك صراحة، ولكن في إله صغيرة كذا ربنا خلقه عشان الناس أمثالك، اسمه الغباء، هذا الغباء بيثبت على الدين أكثر من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعل لكل شخص عقل وغباء، فهو لما ما بيستخدم عقله على طول بيصير إنسان غبي، وسبحان الله، سبحان الله، كأن الله سبحانه وتعالى عارف هذه الأمة. قال جبريل، قال افتح المستودعات تبع الغباء، قال عندنا أمم. روح عبي يابا، وزع جبريل وزع، قال ربنا ما راح ينفذ الغباء عندنا في المستودع، قال ما هو في مستودع ثاني أنا خلقته بس ما قلت لك إياه، افتح الثاني كمان، راح فتح الثاني، وهكذا ورب العالمين جالس بيوزع عليكم غباء من مئات ومن آلاف السنين. مستوعبين أنتم كمية الغباء اللي عندكم؟ أبسط الكلام ما قادرين تفهموه، فقط تنطلب يا أخي سبحان الله، وهذا الإعجاز العلمي في القرآن شو نعمل فيه إعجاز علمي؟ شوف الله سبحانه وتعالى كيف شق القمر، رب العالمين شق القمر ليش؟ هو كان رب العالمين كان فاكرها بطيخة وجاب السكير قال خش وشق القمر، ولك إيش هذا الغباء اللي عندكم؟ ولك في قمر ينشق؟ قال ما هو أكيد راح يقول ما هو بيطلب، هو بيعتقد انه راح تطلع له دابه في الارض مثل نبيه صالح، مش نبي النبي صالح، نبيه صالح هذا كان كرتون، بيطلع له دابه في الارض تجي تكلم الناس تقول له
انت يا ابو حميد ازيك يا مسلم؟ ايوه يا ابو عرب. وانت ازيك يا بيشو يا كافر؟ ويختم الناس انه هذا مسلم وهذا كافر وهذا مسلم وهذا كافر. ما هو بيؤمن بهذا الغباء، شو تسوي له بعد؟ بيؤمن بان هذا راح يقالوا هكذا، او بيؤمن بانه في مجموعه من الناس متخبين اسمهم ياجوج وماجوج، متخبين ورا ما ادري جبل ما حدا عارف وين هم، وكل شويه بيروحوا يحفروا في زبر الحديد. زبر الحديد يعني الحديد، يعني اترككم، بيحفروا في زبر الحديد مثل الكلاب بيحفروا في زبر الحديد. ثم بيعملوا فتحه كده جواته، بعد ما حفروا يقولوا بكره راح نكمل، ثم يرجعوا ثم يشوفوا واو يطلعوا جوا بعض، ثم بكره يجوا يحفروا مره ثانيه، ثم يعملوا حلقه صغيره. ثم شوف سبحان الله يا مؤمن، لما ينزل عيسى يجي هذا ابو الزبر الحديد بيجي يقول بكره راح نكمل هذا الحفر ان شاء الله يا مؤمن. آلاف السنين إن شاء الله. شو هذا السحر العظيم الذي أبطل بإن شاء الله؟ بينما المسلم عادي جدا يكذب لك ويقول أنا جاي بعد 5 دقائق إن شاء الله، ومرت 10 دقائق والربع ساعة والنصف ساعة والساعة والنصف والساعتين، قال معلش تأخرت عنك شوية، يلعن أبو شكلك. مول إن شاء الله تبعك وين صار؟ قال ما هو إن شاء الله هذه يعني إحنا، ولكن شوف سبحان الله، الله ما أراد عشان هيك أنا تأخرت. يا مؤمن ولكن هذا هي حال هذه الأمة التعيسة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يهديها ويخليها تنقرض مثل ما هي، ويجعل في أنسابهم وأسلافهم وخلفهم وأخلافهم ناس من يكون عندهم شوية عقول يبنوا بلدانهم ويغيروا من حالهم ويحموا أنفسهم من هذه الشريعة التافهة. شكرا كثير لكم أحبتي الكرام على الاستماع، والمعذرة إذا طولت عليكم.